اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. وادي السيليكون هو المنطقة الجنوبية من خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، ويعتبر مرادفا للتكنولوجيا والابتكار منذ التسعينيات. خلال السنوات الماضية شهدت هذه المنطقة صعودا وهبوطا والكثير من قصص نجاح الشركات الناشئة. في هذا الفيديو جمعت لك بعض المعلومات عن وادي السيليكون، مجموعة من الحقائق المثيرة للاهتمام حول هذه المنطقة والشركات الموجودة هناك. تابع معي. أول من أسس الشركة في المنطقة هي PHP. كان كل من ديفيد باكارد وويليام هيوليت أول من يفتتح متجراً في وادي السيليكون، وهو ما مهد لتأسيس شركة HP. لقد ساهم انتشار الإنترنت في التسعينيات إلى جانب انخفاض كلفة الإيجارات في المكان آنذاك في أن تكون هذه المنطقة مركزاً للشركات الناشئة، وقد ساعد قربها إلى ستانفورد وسان فرانسيسكو في جذب المواهب، ومن بين هذه الشركات إيباي وجوجل ونتفليكس. سمي وادي السيليكون أيضاً بوادي الموت في عام 1985، وقبل ظهور الإنترنت لقب وادي السيليكون بوادي الموت، وذلك بسبب خوف الناس من انتشار الحاسوب وقيامه بالعمليات المعقدة بسرعة ودقة، ما دفعهم للاعتقاد أن الوادي برمته سيكون مقبرة للبشر وسيغدو الكمبيوتر العجيب هذا هو البديل عنهم. يتكون وادي السيليكون من 30 مدينة وخمس جامعات، منطقة شاسعة تشكل هذا الوادي. في الواقع هناك حوالي 30 مدينة تشمل ماونتين فيو، سان خوسيه، سانيفيل، سانتا كلارا، سانتا كروز وغيرها الكثير. تمتد جغرافيا من سان فرانسيسكو إلى طرف سان خوسيه وتتوسع شرقا أكثر كل يوم. بالإضافة إلى المدن والبلدات، تقع في المنطقة الكثير من الجامعات التي تنتج المواهب للعديد من هذه الشركات الناشئة: جامعة ستانفورد، جامعة هارفارد، جامعة نورث ويسترن بوليتكنيك، وجامعة سانتا كلارا وغيرها، كلها مليئة جدا بأصحاب المشاريع المتحمسين الذين لديهم خطط بدء تشغيل خاصة بهم. بشكل أساسي بدون جامعة ستانفورد لا يوجد وادي السيليكون كما نعرفه اليوم. وادي السيليكون هو موطن أكبر عدد من أصحاب الملايين، يجلب الابتكار والتكنولوجيا شيئين، المخاطر والاستثمار. يكمن الخطر فيما إذا كان بإمكان شركتك تقديم منتج أو خدمة يريد شخص ما إنتاجها بكميات كبيرة. معظم الشركات الناشئة عبارة عن حاضنات يمولها رجال أعمال يستثمرون أموالهم على أمل تحقيق الأرباح، هذا هو الجانب الاستثماري منه. غالبا ما يمتلك منشئو البرامج أو الخدمة أسهما في الشركة، لذلك إذا تم شراؤها أو كانت كبيرة بما يكفي لطرح أسهمها في البورصة فسيكسبون الكثير من المال. هذه المخاطر العالية مقابل العائد المرتفع تفسر سر تواجد الكثير من أصحاب الملايين في وادي السيليكون، حتى أن عددهم هناك أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة. وللعلم فإن مدينة آثرتون الواقعة في منطقة وادي السيليكون هي أغلى رمز بريدي وموطن للعديد من أصحاب الملايين. الشركات التي تستوطن وادي السيليكون كثيرة جدا وكلها متخصصة في مجال التقنية، ومن بينها نذكر جوجل، HP، انتل، فيسبوك، ابل، ادوبي، ايباي، ياهو، لينكد ان، موزيلا، نتفليكس وغيرها الكثير. مهندسو البرمجيات يعيشون في عربات وشاحنات كما ذكرنا، فوادي السيليكون مركز للمليونيرات، لكن هناك الكثير من المهندسين ممن لا يمتلكون المال لدفع الإيجار لاستئجار منزل أو شقة، لذلك إما يتشاركون غرف النوم مع زملائهم أو يسكنون في عربات.
الروبوتات في كل مكان. في وادي السيليكون تتجول الروبوتات في كل مكان، حتى إن بعضها يؤدي وظيفة الخادم في الفنادق. فإن كنت نزيلا هناك فليس من الغريب إن طلبت الماء أن توصلها الروبوتات إلى غرفتك. أشهر الروبوتات في وادي السيليكون الروبوت الأمني K5 الذي يمكن مشاهدته في جميع أنحاء المنطقة. يستخدم هذا الروبوت كاميرات وأجهزة استشعار لجمع البيانات ومعالجتها وإبلاغ الشرطة إن كان هناك أي مشكلة. خدمة التعارف رائجة في وادي السيليكون. هناك العديد من خدمات التعارف في المنطقة، بعضها يقدم خدمات تعارف عادية والبعض الآخر مخصص لمن يبحث عن شريك أو عن شخص للمواعدة. عيادات الأسنان المتنقلة أمر شائع أيضا في وادي السيليكون. لا تستغرب عندما ترى عربات عيادات الأسنان المتنقلة التي تمر بشكل دوري على الشركات مثل جوجل لتوفير خدمات علاج الأسنان للموظفين. بيع الحشيش مسموح به. أنت لا تزال في كاليفورنيا، أي أن الماريجوانا مسموح قانونا بها ومصرح ببيعها، لذلك يكون توصيل الحشيش إلى المكاتب أمرا عاديا وشائعا عبر العربات المتنقلة. ومن غرائب العمل في وادي السيليكون أنك لن تحتاج إلى ارتداء الثياب الرسمية، يكفي الحضور للعمل بالجينز والتيشيرت. أكثر من هذا، يقال إن بعض الشركات لن تقوم بتوظيفك إذا كنت ترتدي ربطة عنق أو حذاء بكعب عال في مقابلة العمل. ستعتاد هنا على تناول الوجبات السريعة لأن لا وقت إلا للعمل، كما ستعتاد على عدم استخدام الأوراق المالية، فالدفع كله يتم ببطاقات الائتمان أو عبر التطبيقات أونلاين.